الكلمات المفتاح في المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي في دورته الرابعة: كيف نجعل من تونس وليبيا بوابة للاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء؟ هذا المبحث يطرح وفق عدة استراتيجيات ومقاربات اقتصادية. تكون الطريق الصحراوي او ما يعبر عنه بطريق العبور، وكيفاش تونس السوبوزيسيون على الطريق الصحراوي هدية، ونجم ندخلوا عن طريق ليبيا للنيجر اللي هي تعتبر منصه نحو افريقيا جنوب الصحراء، تفتح لنا اسواق نتاع اكثر من 500 مليون نسمه. الورشه الثانيه هو دور المناطق الحره، واستدعينا المره هذه غرفه مصراته اللي تعتبر العمق الاقتصادي الاستراتيجي لليبيا، واللي هي ولات حقيقه بلاتفورم منصه نحو افريقيا جنوب الصحراء، ولنا مش قدمها للفاعلين الاقتصاديين التونسيين، وسنحثهم على الانتصاب في مصراتة للدخول إلى الأسواق الإفريقية. المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي طرح فيه الجانبان آفاق التبادل الاقتصادي وإمكانيات الاستثمار، خاصة في ظل وضع اقتصادي متغير محليا وإقليميا وعالميا. البادلات التجارية كما ريتوا معناها هي تطورت بين 2021 و2022، نحبوها تتطور أكثر، ونحبوا أكثر من البادلات، نحبوا اندماج اقتصادي وشراكة فاعلة بينية بين تونس وليبيا، وحذف كل العراقيل في لتطوير هذه المبادلات. يلزمنا نبنيو شراكات ونبنيو مشاريع مندمجة في ليبيا وفي تونس، ونمشيو مع بعضنا للعمق الجغرافي الإفريقي، لأن سوق واعدة، ولأن في خاصة في الظروف الجيوسياسية الحالية والأزمة العالمية، نحن معناها يلزمنا نستغلوا الفرصة هذه، وهي في الأزمات فما فرص، وفي الفرصة هذه يلزمنا نبنيو مع بعضنا ونتطوروا مع بعضنا. تعزيز التكامل الاقتصادي الكافئ والصناعي وكل ما يتعلق بتطوير العلاقات الليبية التونسية. احنا حكومة الوحدة الوطنية أصدرت تعليماتها وأعطت الإذن بشان مشاركة الشركات التونسية الخاصة بالبنية التحتية والمقاولات، وأصبحت الآن تباشر أعمالها والمساهمة في إعادة أعمار ليبيا. تطبيق اتفاقيات التبادل الحر الموقعة في السابق إن شاء الله بإذن الله حتكون مصدر اهتمام كبير جدا من الحكومة، وهذا حيأدي بنا إن شاء الله إلى تقوية العلاقات ما بين البلدين بما يعزز اقتصادنا. اليوم المستثمر الليبي يواجه عراقيل كبيرة في تونس: عدم تسهيل إجراءات الإقامة، تسهيل تنقل الأموال، تسهيل الشغل، تسهيل أمور كاجة، وعدم وجود عفاءات. احنا المستثمر التونسي في ليبيا عنده عفاءات وعنده امتيازات، نتمنى ان السلطات التونسيه يعني تدفع باتجاه تفعيل الاتفاقيه وتسهيلها، وايضا اعطاء الحق للمواطن الليبي والمستثمر الليبي انه هو يعني يتمتع بامتيازاته. المنتدى الاقتصادي الليبي وعلى مدى يومين يبحث عبر ورشات عمل في تطوير الاستثمار في مجال الطاقة البديلة ودور المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين تونس وليبيا، إضافة إلى لقاءات بين رجال الأعمال من البلدين.